بعد انقضاء 6 أشهر من العام الحالي وعلى وقع شح المؤشرات المالية والتي اقتصرت حتى الآن على شهر كانون الثاني فقط بتسجيل الإنفاق الحكومي تراجعا بواقع 10,200,000 دينار وارتفاع الإيرادات بمقدار 24 مليون دينار، فضلا عن إطلاق قطاعات اقتصادية تحذيرات من تأجيل دفعات المستحقات المترتبة على الحكومة. اليوم نسأل، هل أوضاع المالية العامة في الأردن مطمئنة؟ هذا السؤال نطرحه على المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف. أهلا بك سيدي. أهلا بكم. وزير المالية في بداية العام الحالي أكد في مجلس النواب أن المالية بخير، اليوم بعد مرور 6 أشهر وفي ظل هذه المعطيات، هل تتفق مع تصريحات الوزير؟ لا، حقيقة لا أتفق مع تصريحات الوزير بهذا الشأن. نتحدث اليوم عن تغيرات جوهرية في اتجاهات النمو الحاصلة في الهيكل العام للمالية العامة بشكل سلبي. منذ تداعيات حرب غزة بدأت الأمور تنعكس بشكل سلبي وبشكل متسارع، والكل يعلم أنه منذ 7 أكتوبر العام الماضي كان الشهرين الأخيرين من العام الماضي شهرين مؤلمين ماليا على خزينة الدولة، وتراجعت الإيرادات بمقدار حوالي 200 مليون دينار. لكن كانت المحصلة في عام 2024 نتيجة النمو الحاصل والأداء المالي المتميز غطت على هذه الخسائر بشكل لم يشعر به المواطن. لكن حقيقة منذ بداية العام استمر النزيف بشكل متدرج وعميق في هيكل المالية العامة، وبدأت الضغوط تزداد يوماً بعد يوم على المفاصل الرئيسية في الإيرادات الضريبية المشكلة للإيرادات العامة. لذلك يعني حسب المعلومات من مصادرنا الخاصة هناك تراجع كبير حقيقة في الإيرادات المالية العامة وتحديدا الإيرادات الضريبية وغير الضريبية. نعم سيد سلامة، يعني أنت أيضا حذرت في مقالة لك أخيرا من تراجع الإيرادات وقدرتها بأكثر من 400 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى تقريبا، هذا رقم غير معلن من الحكومة لغاية اليوم، لماذا برأيك ولماذا يؤشر هذا الرقم؟ يعني من المؤسف أن لغاية اليوم الحكومة لم تقم بتحديث بياناتها المالية ضمن النشرة المالية الشهرية التي تصدر والتي تنشر على موقع وزارة المالية. لغاية اليوم أحدث رقم أو أحدث نشرة هي موجودة للشهر الأول من سنة 2024، وباقي الأشهر لا يوجد أي معلومات عنها. لذلك هذه المعلومات التي وردت في المقال الأخير هي معلومات مباشرة من مصادر مطلعة استطعنا أن نحصل عليها، والتي كشفت حقيقة أن هناك تراجع تجاوز 400 مليون دينار في إيرادات الخزينة منذ خلال الشهور الخمس الأولى من هذا العام. نعم، وفي جانب النفقات حذرت من تراجع مستويات الإنفاق الحكومي وأشرت إلى وقف صرف المخصصات للوزارات والمؤسسات وتأجيل دفع المستحقات، لماذا لجأت الحكومة لهذه الخطوة وإلى ماذا تؤشر أيضا؟ يعني هو في حالة تراجع إيرادات الخزينة واستمرار الضغوط المالية عليها كان لابد للحكومة أن تتخذ مجموعة من الإجراءات المالية لوقف هذا النزيف، ومن ثم الإعلان خطة طوارئ عامة أو ما يسمى بإعلان شامل لضبط النفقات العامة. لكن لغاية هذا اليوم لم تقم الحكومة بهذه الإجراءات أو وبهذا الإعلان، واكتفت فقط بأنها تجمد عمليات قرارات صرف المستحقات مع استمرار الوزارات وباقي المؤسسات للإنفاق على هذا النحو وبهذا الشكل المخصص لها في الموازنة، وكأن شيئا لا يوجد. بمعنى آخر أنه صرف المستحقات لا يتم أو يتأخر بشكل كبير، بالمقابل عمليات الإنفاق تستمر على الشكل الذي أقرت عليه في قانون موازنة 2024، وهذا يعني معناته أنه هناك ستتولد متأخرات جسيمة وكبيرة على الحكومة في الفترات المقبلة. نعم، طب ماذا عن الإنفاق الأخير مع برنامج صندوق النقد الدولي؟ هل يمكن أن يشكل ضمانة للاستقرار المالي على المدى المتوسط وسط ارتفاع مستويات الاقتراض الموجه لتمويل التزاماتها دون توجيهها لمشاريع رأس مالية داعمة للنمو؟ لا، عليك لكن استمر هذا التراجع دون
سيد سلامة الصوت، هل لك أن تعيد الإجابة؟ الصوت كان غير واضحا لو سمحت. بالنسبة لاتفاقنا مع صندوق النقد الدولي بداية هذا العام، هذا اتفاق يتيح للحكومة مزيدا من المساحات المالية للاقتراض بفوائد مالية أقل مما هي عليه في الأسواق العالمية، ولتمويل نفقاتها المتزايدة، لكن هذا ضمن محددات وشروط معينة على الحكومة الالتزام بها خلال فترة عمل البرنامج. لذلك إذا استمرت هذه الضغوط المالية على هذا النحو، وإذا استمر هذا المزيد في هيكل الإيرادات العامة للدولة، الصندوق خلال مراجعاته للاتفاق سيلاحظ هذا الأداء، وسيضع حقيقة أو سيطلب من الحكومة إجراءات إن لم تقم بها الحكومة لوحدها، سيقوم الصندوق بطلب من الحكومة حتى يتم تمرير المراجعة أو الموافقة على المراجعة. نعم سيد سلامة، أن يقوم نعم بإجراءات مالية لوقت. نعم سيدي، بشكل سريع لو سمحت، تصريحات الحكومة في الأشهر الماضية كانت تؤكد على متانة الاقتصاد مع تحقيق إنجاز كبير على صعيد رفع تصنيف الأردن الائتماني، لكن اليوم ما هي الإجراءات المطلوبة من الحكومة لضمان قدرتها على مواجهة هذه التحديات؟ يعني باختصار وضع الاقتصاد الأردني الآن. يعني رفع التصنيف الائتماني هو إنجاز حقيقي وتشكر عليه كل الحكومة وكل الوزراء وعلى ما قاموا فيه، لكن هذا التحسن في التصنيف الائتماني هو تحدي بحد ذاته، لأنه يفرض على الحكومة مزيدا من العمل، مزيدا من التطور، مزيدا من النمو، مزيدا من الإصلاح المالي. إذا تقاعست الحكومة عن هذه عمليات الإصلاح أو تأخرت في تطبيق الإجراءات التصحيحية، فهذا سينعكس سريعا على التراجع في التصنيف الائتماني وفي باقي العلاقات حتى مع المؤسسات الدولية والقوى وتحديدا مع صندوق النقد. نعم، المحلل الاقتصادي سلامة دراوي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.